علاقات وطيدة ومتجذرة جمعت بين مصر وروسيا على مدار سنوات ممتدة، تعد مثالاً يحتذى به في التعاون والرؤى المشتركة، وكذا التوافق في التحركات على مستوى معظم الملفات ذات الاهتمام المشترك. تلك العلاقات الفريدة بين البلدين اكتسبت قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى باتت أكثر تميزاً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار. كما تبلورت متانة العلاقات في الزيارات المشتركة لزعماء البلدين بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات والقمم الدولية. الزيارات المتبادلة بدأت في أغسطس عام 2014، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة لروسيا استقبله خلالها نظيره الروسي، وبحث الجانبان قضية مكافحة الإرهاب، وتوافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود وتكثيف التعاون في المجالات كافة. من جانبه قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى مصر في فبراير عام 2015، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان كافة المجالات الاقتصادية والسياسية. أما في مايو 2015 فقد قام الرئيس السيسي بزيارة لروسيا تلبية لدعوة بوتين للمشاركة في احتفالات موسكو بمناسبة الذكرى 70 لاحتفالات أعياد النصر. كما قام الرئيس السيسي بزيارة روسيا في أغسطس 2015 وناقش مع الرئيس الروسي العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، بحث الرئيس السيسي ونظيره الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر 2018. كما أسهمت زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو في أكتوبر عام 2019 في تحقيق طفرة في العلاقات بين البلدين، حيث ترأس الرئيس السيسي خلالها مع نظيره الروسي أعمال القمة الروسية الإفريقية الأولى. كما بحث الرئيسان مشروع محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية وآلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. وفي ظل ما يواجه البلدان من تحديات داخلية وخارجية، فقد عكست تلك الزيارات حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن تشاركهما في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين. وعلى المستوى الاقتصادي انتعشت التجارة البينية بين البلدين في الفترة الأخيرة، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة، ومثلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وبين الدول الإفريقية غير العربية. 80 عاماً مضت على العلاقات المصرية الروسية توصف بأنها قوية تاريخية الجذور، حيث بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي ولها تاريخ حافل من المواقف المشرفة على الساحة الدولية. وخلال العقود الثمانية الماضية ما زالت العلاقات تحافظ على تماسكها وترابطها حتى اليوم.